لما بتقول حكمة وشفافية، لما بتقول بعد السياسة بخير، بتقول سليمان فرنجية. سليمان باك فضل. بكلمة مقتضبة وباللغة النحوية، أعلن رئيس تيار المردة والنائب السابق سليمان فرنجية برنامج التيار الانتخابي. قدرنا كلمة اليوم بالنحوي، يعني مكتوبة تما ننسى شيء، ما تواخذونا، بس يعني بدها 5 دقائق بس. ما حدش يسألني ولا كلمة لأني مش فاهم أي حاجة من اللي أنا بقوله. ضمن الحشد الانتخابي والشعبي في بنشعي، حضر صدام حسين وبنيتو موسوليني أيضا في حفل المردة الانتخابي. قال في واحد سألوه بين أهم زعيمين بالتاريخ عندك، قال لهم بنيتو موسوليني وصدام حسين. قالوا له كيف بنيتو موسوليني وصدام حسين، شو بيربطهم ببعضهم؟ قال هول الرئيسين الوحيدين بالتاريخ اللي استرجوا قتلوا صهرهم. بوم، قصف جبهات. أعلن فرنجية عن التزام بيته السياسي بالوعود منذ ما قبل استقلال الجمهورية. من سنة 1929 أول دخول لنا للمجلس النيابي ومواقفنا السيادية هي مواجهة الظلم والانتصار للحق. اقرأوا تاريخكم وراجعوا تاريخهم. على أن فرنجية كان أكثر واقعية في تحييد الوعود وإمكانية تطبيقها، مؤكدا أن النهج يغلب الوعود. وعود كثيرة اليوم، وعود الانتخابات تزول مع الانتخابات، ونهج الصدق يبقى كل العمر. يوم التحدي تحدينا، السيف معلم بإيدينا. انتدب رئيس تيار المردة نجله توني فرنجية ممثلا عنه وعن نهج المردة السياسي والتشريعي، مع كتلة نيابية خاضت العمل التشريعي على مدى 4 أعوام. فما هي الوعود التي التزم بها المردة ولو بالحد الأدنى؟ طيب احنا هلا حاليا حنجرب قد ما فينا نمر بسرعه على الوعود الانتخابيه لتيار المردة سنه 2018 ونشوف ماذا تحقق منها وماذا لم يتحقق منها. منبلش مع اسمه التكتل الوطني. كان عدد نوابه سنه 2018 5، صاروا سنه 2022 3 بفعل وفاه نائبين. بننتقل لنشوف عدد الاقتراحات يلي وقعوا عليها، بنلاحظ انه 36. بننتقل للي بعده، بنلاحظ من انه النائب الاكثر نشاطا كان النائب توني فرنجية مع 23 اقتراح وقع عليهم، اما النائب أقل نشاطاً فكان فريد هيكل خازن والسيد فايز غصن الذي توفي منذ فترة. يعني بعتقد هذا بفسر ليش عدد الاقتراحات عنده قليل. اقتراحين تمثيلهم بالحكومة، بحكومة سعد الحريري كان عندهم وزير، حكومة حسان دياب وزيران، حكومة نجيب ميقاتي وزيراً. أما الحقائب التي استلموها فتوزعت ما بين وزارة الأشغال طبيعة الحال، وزارة العمل، وزارة الاتصالات، وزارة الإعلام، وما أدراكم ما وزارة الإعلام. ننتقل إلى عدد الوعود الانتخابية حسب برنامج انتخابي عام 2018. 94 على فكرة، يعني برنامجه بتحسوا برنامج رئاسي، يعني بتحسوا أنه سليمان فرنجية هو اللي كان رئيس جمهورية مش ميشيل عون. عدد الوعود غير القابلة للقياس كانت 7، مثل اعتبار الاعتداء على البيئة بمثابة الاعتداء على الأمن والوطني وتوجب التعامل على هذا الأساس، تحفيز الطب الوقائي، صعب تنقاش هيك وعود. عموما الوعود القابلة للقياس كان 87، بس في من بين 9 لا يمكن تصنيفها، يعني ما نقدر نحاسب المرضى على أساس لو ما عندهم صلاحيات لا تشريعية ولا تنفيذية. كان لا تنفيذ هيك أمور: إرساء سياسة تعاون بين القطاعين العام والخاص لتفعيل السياحة الصحية، وإعادة رسم خريطة انتشار وتوزيع المدارس الرسمية. يعني ما بعرف أصلاً كل البرنامج حسوا كم كأنه بده يستلموا وزارة التربية، وزارة الصحة، هو اثنين بتحس أنتوا عم تقرأ برنامج الانتخابي. عموماً هذا التوزيع المئوي للوعود قبل القياس والوعود غير قبل القياس. الوعود غير قبل القياس هلا برنامج الانتخابي توزع تحت العناوين التالية، خلينا نمر عليهم على السريع بليز، نقلطهم مشان الوقت للأسف. نقلط للبانول اللي بعده لو سمحتوا، نقلط للبانول اللي بعده كمان. هذه العناوين: المرأة، الشباب، شباب في التربية والتعليم في المدرسة. البانول اللي بعده كمان في المدرسة الرسمية على أساس غير. نقول للبانول اللي بعده لو سمحتوا. النتائج برنامج الانتخابي لما فحصناها توزعت بين هذه النتائج: حل وسط، يعني اللي هي تسوي عمليا، وعد محقق، على الوعد يا كمون، على الطريق، معلق، وحبر على ورق. يا ترى قديش كان في حبر على ورق، قديش كان في معلق؟ حبر على ورق 37 وعد حبر على ورق، من بيناتهم إنشاء مناطق سياحية
سياحية يعني ما عملوا شيء على فكرة شو يعني حبر وراء يعني لا جهد تشريعي ولا تنفيذي صناعية هادفة في المناطق البعيدة. ما حفوت بالتفاصيل على الموقع فيكم تشوفوا كل هالتفاصيل ليش اعتبرناها هيك بس هلأ لضيق الوقت عشان هيك خلينا ننتقل لنماذج آخر من الوعود اللي صنفت على الطريق 5 نختار منه التحديث وتطوير الإدارة على الطريق يعني عم يشتغلوا عليها أو يعني عم ينشغل عليها شراء الطاقة الكهربائية ربطا بخطة الكهرباء يلي عم ينشغل عليها. ننتقل للوعود المعلقة يعني عالقة باللجان أو لم تطرح على الهيئة العامة أو مشاريع تنفيذية على الآن تحفيز الاستثمار في لبنان عبر تقديم حوافز ضريبية للمستثمرين. بعتقد هذا أصلا حتى مشروع قانون مقدمه نائب توني فرنجي إذا ماني غلطان اقتراح قانون. طيب ننتقل للبانو اللي بعده بنشوف الأمور الحل وسط يعني العمل تسوي عليها بنلاحظ تفعيل دور أجهزة الرقابة والهيئة العليا للتأديب معالجة مستدامة للنفايات هذه عند كل الكتل عم نحطها على أنها حل وسط. على الوعد يا كمون 20 وعد تم النكث بهم برأيي لأنه كانوا موسعين البكار كتير. وقف الهدر في المال العام لسيما في الكهرباء، إلغاء كافة الصناديق والمجالس التي تشكل إحدى صيغ هدر المال العام، مكافحة الفساد في الإدارة العامة ورفع الغطاء عن العناصر الفاسدة، يعني عم يضحك بيعبوا سركيس حلاس. عموما تطبيق القانون النصوص القانونية والأنظمة الإدارية في إقرار وتنفيذ الصفقات العامة، يعني صح أقر قانون الشراء العام بس ما فينا يعني ننكر بأنه العديد من الوزارات اللي استلمت تيار المردة العقود فيها والصفقات فيها كانت بالطراد أو العديد من فيها صفقات كانت بالطراد لنكون دقيقين. تفعيل دور وزارة خارجية لإيجاد أسواق لصادرات اللبنانية يعني بعتقد وزير إرداح يعمل أزمة أه؟ الوزير إرداح يعمل أزمة 100% وتطبيق قاعدة قطع الحساب خلينا تعملوا قطع حساب السنوات القديمة وكل